ماشيين كويس وسجلنا اول جون، وهم راحوا جايبين جون واحنا كرة كانت ملعوبه، الجون جابوا فينا جون تاني، الكرة كانت ملعوبه كانت متباصه خبطت في واحد مننا وراحت جايه جون، فاحنا الكرة طلعت اوت، فهم كانوا لسه بيظبطوا اللعبه، رحت لعيبه من ورا مدافع لواحد انفراد راح جايبها جون في اخر دقيقه. نشكر النادي الاهلي اللي هو بيعمل دورات رمضانيه، لقيت التنظيم تحفه وكل الكوره كانت ماشيه حلو من غير خناق، لان احنا كل دي عائله الاهلي مع بعض، ما فيش حد كان بيتخانق، حتى لو كان في مشاكل ده عشان كانت الناس تعرف بعض، انما احنا ما فيش خناقه حصلت النهارده الدوري، سواء انا كنت كسبت النهارده او خسرت، انا والفرقه اللي كانت ضدي احنا اخوات اصلا، فمش فارقه معايا. بابا المدرب بتاعنا من 6 سنين بالظبط، احنا نزلنا دوري 6 سنين خدنا منهم 5. بابا يعني بينظف الفرقه وبيقعد يحجز لنا ملاعب ونلعب ونجيب فرق لحد اما يعني بيبقى فخر ليا ان انا ابقى اكون ابنه اصلا. كل سنه وانتم طيبين اول حاجه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم الاهلي في كل حاجه، واحنا الجمهور اول جمهور على العالم. بصراحة السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت كتير كفرق وكأمن وكطريقة أحسن برضو للدورة. طبعا بنشكر النادي الأهلي وبنشكر كابتن بيبو على الطريقة العظيمة اللي هو عملها لنا في النادي الأهلي، بصراحة شعور جميل قوي ومعجب إن النادي الأهلي أسس لنا بطولة زي دي، وبنشكرهم طبعا على تأسيس بطولة عظيمة زي بطولة النادي الأهلي للعائلات. والله يا شعور حلو، أنا استلمت أحسن حارس السنة اللي فاتت برضو، وكان المرة دي فيها تحدي شوية لأن هي كانت العدد قليل وحصلت انسحابات بصراحه كتيره، ما كانتش لذيذه شويه، بس كان فيها ند لان احنا كنا 3 فرق يعتبروا اللي معروفين هم اللي بينافسوا بعض. هو بس كان الميزه اللي فيها ان في حميه في الفاينل، لان احنا الفرقتين عارفين هنقابل بعض، بس برده كان فيها شويه يعني برده مش حلوه، لان كان برده مواليد 90 فيما فوق، كبار السن كانوا كتار بنلاعبهم، زي ما انت عارف برده لما انا العب واحد 40 سنه او 45 سنه الموضوع كانش لذيذ شويه. بس اللي كان ميزه بصراحه فيها التحكيم في الفاينل، كانت ناس محترمه قوي، والفاينل كمان اللعيبه نفسها خايفين على بعض، مش فارق مين اللي هيكسب، مش فارق اي حاجه، بس كل اللي فارق ان الشكل يبقى كله في العام حلو. الدوره دي يعني مش هيهمنا غير ان احنا نتلم، كل سنه بنحب ننزل نتلم فيها في النادي وبتاع، احنا متربيين من واحنا عيال صغيره طول الوقت قاعد في النادي ومجمعين كاصحاب مش كلاعيب الكوره يعني، مجمعين وبنقعد وبتاع بنلعب مش اكتر يعني، مبسوطين ان احنا خدنا الدوره مننا فينا مش اكتر يعني، والجو اللي في النادي والجو الاسري مش اكتر من كده. الحمد لله يعني احنا لعبنا كويس والحمد لله،
بس وصلنا لضربات الجزاء، بس التوفيق ما كانش لينا يعني، كان ليهم ما شاء الله. يعني التنظيم كويس وكل حاجة كويسة يعني، هي حاجة كويسة يعني. وأنا مبسوط كمان إن أنا أخدت المركز الثاني يعني، أنا مبسوط لأصحابي إن هم أخدوا المركز الأول، فعادي يعني. أنا بقول لجمهور النادي الأهلي كل سنة وأنتم طيبين، ويبقى عيد سعيد عليكم إن شاء الله. احنا طبعا كان دورنا السنة دي كبنات بالذات، احنا كان دورنا في المراسم بالذات، كمان كنا معاهم في مراقبات الماتشات، وان احنا طبعا بنحافظ ان ما يحصلش اي مشاكل بين اللعيبة، بنمنع انه يحصل حدة، بنشجع الروح الرياضية طبعا في النادي وفي اللعب، مش حابين يبقى في اي مشاكل، بنحابين ان هم يبقوا اخوات بيلعبوا مع بعض. الحمد لله الشباب كلهم كانوا على قد المسؤولية، وطلعنا دورة رمضانية جميلة، الكل بيشيد بالتنظيم بيها الحمد لله. مش بشكر في نفسي بس الحمد لله، الناس بتقول يعني انها كانت كويسة. احنا طبعا يعني بنقول كل سنة وهم طيبين، وبنتمنى ان شاء الله ان الدوري يفضل في الجزيرة. كل سنة وانتم طيبين يا جمهور الاهلي. لجنة الشباب دايما ورا النادي في كل حاجة، ودي كانت كلمة كابتن محمود الخطيب، ان الشباب ليهم دور في النادي في اي حاجة بنبقى موجودين، سواء تنظيم بطولات اي حاجة. بطولة كانت رائعة، الاعضاء كانوا اكتر من جادين تفاعل، كورة جميلة جدا، حماس من الاعضاء ومجلس الاداره، كله كان كويس. اول حاجه احنا بنتكلم في الروح الرياضيه، يعني اي فريق قبل ما بيلعبوا في روح رياضيه سواء للفائز او الخسران. التنظيم تفادينا كل الاخطاء اللي كانت بتتوارى السنه اللي فاتت واللي قبلها، تلاشيناها كلها السنه دي فما كانتش موجوده. هي كلمه عيله الاهلي بس، احنا كلنا عيله واحده، ما فيش بيننا فرق، كلنا بنشترك في اي حاجه، احنا عيله الاهلي فدايما تلاقينا مع بعض. الحمد لله الدوره السنه دي كانت منظمه جدا، حاولنا نحط نظام يريح كل الاعضاء، وهي نجحت بالاعضاء الحمد لله بمشاركتهم وبالتزامهم بالنظام وباللوائح وبعادات النادي الاهلي. الروح الرياضيه كانت سائده في كل المباريات. الحكام اللي كانوا كنا بنجيبهم من اتحاد الكره ولجنه الحكام الرئيسيه بالقاهره ساعدونا جدا ان احنا نقدر نخرج بمنافسه واضحه وشريفه وليها قواعد الحمد لله. كان معانا فئات عمريه مختلفه، الناس كلها مبسوطه، لعبنا في الثلاث فروع. النهارده الختام للفئتين الاصغر، امبارح كان النهائي للثلاث فئات الاكبر. انا حابب اشكر في الاعضاء بمساندتهم لينا، مساعدتنا ان احنا نقدر ننظم. عايز اشكر الاداره التنفيذيه ومجلس الاداره واللجنه العليا لثقتهم في لجنه الشباب ان هي تنظم للسنه الثانيه على التوالي دوره رمضانيه. وعايز اشكر الشباب المشارك المتطوعين كلهم، من غير فلوس الناس بتنزل بتسيب التزاماتها عشان تيجي تساعد اخواتها الصغيرين او الكبار، حرصا على سلامتهم وعلى راحتهم، وان احنا نقدم لهم اكتر سبل راحه نقدر نوفرها يعني. فانا حابب اشكرهم جميعا، ونفسي ان كل شباب النادي الاهلي يبقى دايما موجود بيدي الاضافه، زي ما بيتعلم من النادي الاهلي بيضيف بافكاره بمجهوده بكل وقت بيقدمه.